الواقع المسيحي هو مركزية الوطن اللبناني. هذا الواقع المسيحي غصب عنكم بدكم تحترموه. لا ماكرون ولا جد ماكرون ولا بوريل ودوريل ولو دريان وستمائة دريان واللي ما دريان رح يقدروا يمرقوا لكم مرشحكم. الاتفاق الإيراني السعودي، الاتفاق السوري السعودي، الاتفاق الفرنساوي بدري مع مين. يي خليني احسم لك اياها وللبنانيين يفهموا، ما في رئيس جمهورية، مبين ما في رئيس جمهورية بلبنان، كلهم كذابين. الواحد وخمسين والتسعة وخمسين ما معه اسماء. لو دريان بتحديكم، انا بتحديكم تسموا اي سني قبلين يجي معكم من وقت الدوحة لما قبضتوا كلكم. بتحدى واحد منكم معروض عليه قرش فرنك، ما حدا رح يعرض عليكم. لا ما قبل 500 مين رح تكذبوا على الناس؟ لحقكم صفر انتو غصبا عنك. بس يجي الامر بدك تنتخب، مين بده عبايه؟ لك مش بس العبايه، انا استحيت قلت كعب العبايه استحيت. اطلع برا من كل المحلات. طب هلا وينهم الشبيبه؟ ياخدين فرصه؟ دعيت عميد خلال لقائنا المرة الماضية المسيحيين للتكتل حول مرشح واحد، اليوم عندهم جهاد أزغور، وين المشكلة؟ ما في مشكلة، المشكلة مش بقى عند المسيحيين، المشكلة صار عند كل الواقع اللبناني. ما بعرف إذا بعد فينا نسميه واقع لبناني أو نسميه واقع الفيدرالية المذاهب والطوائف. يعني آخر جلسة فينا نقول انه مش بس عيب، عيب واكثر من عيب، رح اقول لك كفر كفر. وحتى ما اقول الكلمه اللي ما بيحبها الاعلام بصيروا يحكوا علينا اكثر من نقول بعد الكفر ما بقى في شيء. هيدا لبنان ظهروا كلهم على 51 59 عم يتخانقوا كلهم. انا طلعت هيك تذكرت ايه قرانيه، ولا تمشي في الأرض ولوا فإنك لن تبلغ الجبال طولا. كل واحد مصدق حاله شايف خياله على الأرض إنه هو فيل ضارب الخيل، وهو فيران. معيب بحقنا كلبنانيين. بس بالمقابل بتلاقي إنه اللبناني ساكت. اللبناني عم بحكي، ما عم بحكي السن الشيعي الدرزي المسيحي، عم قول اللبناني، لانه هلا اهم شيء نرفع وطنيتنا اللبنانيه. ونحن لما كنا عم نتوجه على المسيحيين ونقول لهم انه توحدوا، ما عم نحكي من فراغ. هيدا البلد بده يقتنع الكل شائه ام ابو. هيدا الواقع المسيحي هو مركزيه الوطن اللبناني، فهموها. ما حتقدروا تفرضوا على المسيحيه لا بيقولوا لي عم زيد لا بزيد، انا لا بدي زيد ولا عايز حدا. انا عم بحكي بلبنانيتي ووطنيتي اللي ما بعمل ايه. شئنا ما بينا في واقع مسيحي، هذا الواقع المسيحي غصب عنكم بدكم تحترموه. واصحى تصدقوا اذا فتحتوا خط تفاوض فرنسي مع اي جهه تانية او مع اي طائفه تانية بلبنان، انه بيقدر الفرنساوي يمرق لكم المرشح تبعكم. ما حتقدروا تكسروا الواقع المسيحي. برجع بقول لك انا مش مشروعي مشروع طائف ومذاهب، انا عم بحكي وطنيا لبنانيا. اذا انتم بدكم تلعبوها طوائف ومذاهب بدكم تفهموا، ما حتقدروا تكسروا المسيحي. ولا ماكرون ولا جد ماكرون ولا بوريل ودوريل ولو دريان وستمائة دريان واللي ما دريان رح يقدروا يمرقوا لكم مرشحكم. 51 59 ومعارك الدون كيشوت، رماح الخشب المعفن. ابدا، لانكم انتم عم تلعبوها مذهبيا طائفيا. لعبتوها تحملوا هذا. بس وين الخطوره؟ بلدنا وطننا. الانتقاد الابرز عميد كان على انه انتم كمسيحيين نحن دعيناكم انه يكون عندكم مرشح، بس قطعتوا على اسم لمجرد التقاطع من دون اي برنامج. يعني كمان عم بيحمل انه يوصل رئيس للجمهوريه
عطى أو عطي له غطى مسيحي من دون أي برنامج، فقط لأنه تقطعنا على اسم واحد ضد الثنائي الشيعي، هي كانت واضحة. خليني أقول لك شغله، أول شيء أنا مش بس ضد أزعور وضد معلم أزعور اللي هو فؤاد السنيور وحاجي كذبه، ومش بس أنه أنا من الـ شو بيقولوا الذل والعار أنه نقبل موظف بالآي أم أف يجي يقول أنا مرشح رئاسة الجمهورية لأن بدي أخلصكم. أنا ضد الأزعور من هون لأكثر منهم، وهني بعدين هني قعدوا معه بالحكومة للأزعور، مش بس قعدوا معه بالحكومة، هني مضولوا بعد اتفاق الدوحة كل شيء عمل خلل للأزعور وقت حكومة السنيورة. بعد اتفاق الدوحة مضوا ولا ما مضوا؟ كله مضى، مشان هيك ما حدا يزيد علينا انه بوسط الأزعور. اللي نحن عم نقوله انه الأزعور خارج اطار التصنيف، بس اتفقوا عليه المسيحية مثل ما انتم متفقين على فرنجية. يعني ليه يحق لكم ما لا يحق لغيركم؟ ومع انه انا برجع باكد انا ما بدي فوت بهيدي، لك بدو يزعل يزعلوا لي بهاي التفاهات والثقافات. لا يا حبيبي، هيدي منا معركة الفصل، ومنا اخر المعارك، ومنا معركة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران والسعودية مثل ما عم تصوروها. هيدي معركة وجود لبنان، وجود بلبنان برئيس فعلا صنع في لبنان. انت عم تقول أزعور ما عنده برنامج، مضبوط ما عنده برنامج أزعور، لغيره شو البرنامج تبعه؟ في لبنان حدا عطى برنامج؟ ما شفت ولا حدا، لا المرشحين المعلنين ولا المرشحين. انا سمعته لمعالي الوزير السابق سليمان فرنجي، ما شفت في برنامج رئاسي الا اذا مثل ما عم يعملوا له مسار وعاب مشانه هو. انا محله بظهر بقول لهم انا ما اشتغلت عن بيكم لا هلا ولا بعدين، ولا جدي رئيس جمهوريه لبنان اشتغل عن بيكم. قال شو؟ لانه صحبة مع الرئيس بشار الأسد بده يرد النازحين اللبنانيين. ليك وين التفاهة والثقافة؟ عم بيسخفوا موضوع النازحين. قال لأنه سليمان فرنجي صحبة مع الرئيس بشار الأسد. مين قال الرئيس بشار الأسد بياخد هيدي المعايير كلها بالاعتبار؟ مشان هيك عم تقلي على البرنامج. مين عنده برنامج بلبنان من المرشحين؟ مين في برنامج؟ ما حدا عنده برنامج. يعني اليوم ما في حدا غير سليمان الفرنجي ممكن يقنع الثنائي الشيعي وبنفس الوقت يكون في عليه قبول مسيحي من التكتلات المسيحية. رجعنا للموضوع اللي عم تقوله، ثنائي الشيعي يعني حتى التسميات صارت ثنائي الشيعي وثلاثي مسيحي. بيقولوا خليني على السنة اعطيهم صفر، انا ما عم بدي اقولهم صفر، وتركيبات سنية لانه ما عم بدي اقولهم صفر للمجموعات السنية للأسف، يعني او خلينا نسميهم تداعيات الواقع السني والمجموعة المسيحية والدروز او الطرف الدرزي الوحيد اليوم. مجرد تفوت بهاي التسميات بتلاقي انه نلاقي وما نلاقي. انا برأيي خليني احسم لك اياها وللبنانيين يفهموا، ما في رئيس جمهورية. هلا في ناس شو بيقولوا العرافين المرتزقة الزغليل الإعلام بلبنان اللي بيكون فتح له شي زاروبي مع هون ولا هون بشي زاوية أو بشي حكر، هولي بيفهموا إنه بآب وبعد آب ومدري شو قبل آب أيلول وبعد أيلول وقبل الشهور. أنا استنادا مش لأني بيعرفوا مبين ما في رئيس جمهورية بلبنان، لأنه أول شيء قسموا البلد، شرذموه، جوعوا ناسه، بعد فيها المؤسسة العسكرية الجامعة عم بيطرطوا فيها، هلا عم بيطرطوا فيها بقوة وخاصة بالتدخل، وبعد نحكي بالمراسيم وما المراسيم بهذا. ما في يا لبنانيين كلهم كذابين، الواحدة وخمسين والتسعة وخمسين، وما في رئيس جمهورية لبنان، وما حدا فضيلكم للي هذا قاعد. يعني لأنه سمعت في واحد كان قاعد بالاجتماع، هيدول بلبنان هول اللي بيحكوا، في واحد بالحرف سمع محمد بن سلمان شو قال لا شو اسمه لا ماكرون وماكرون شو، مع انه انا اكيد هيدا اللي عم يحكي انه سمعهم وشو قال له ما بيفهم فرنساوي، وما بعرف اذا كان المترجم لانه مترجم ما كان بيناتهم.
بقى هيدي مأساة لبنان بالإعلام اللي عم نسمعه. ما فاضيينكم، ما تصدقوا سطر واحد، خدوا الشيء المعلن، سطر واحد طلع من الاجتماع ماكرون والمحمد بن سلمان انه نحن حريصين على استمرار المؤسسات في لبنان. حدا سمع غيرها؟ سطر واحد. نعم كانت واضحة بالبيانات الرسمية. طيب وبعدين في هذا اللي كمان، في واحد تاني كان قاعد مع الرئيس الأسد وميشيل عون كان قاعد بالزاوية كمان، هذا اللي اجا خبرنا انه بيقيلوا له قاب ومدري شو وكل هالخبريات، هيدا كله كذب. ما في رئيس جمهورية للأسباب التالية: لم تنضج تسويات لا في المنطقة ولا في العالم. وقبل ما تنضج تسويات، الذين يملكون القرار الداخلي أو يملكون قوة في، لأنه ما حدا عنده قوة بالقرار الداخلي، في عندهم بعض القوة بالقرار الداخلي عم بيفاوضوا مع الخارج والخارج مش فاضي. إذا ما في تسويات كبرى تبدأ مش من الحرب الأوكرانية الروسية، تبدأ من تايوان، من الواقع الصيني الأمريكي إلى الحرب الأوكرانية الروسية إلى ما يجري في ساحة الإقليم، بدءا هذا يعمل لي الصلحة هون والصلحة هون، بدءا مما يجري بين تركيا وسوريا، بين تركيا وسوريا وإغلاق التنف وخروج القوات الأمريكية من شرق روسيا، وصولا الى الساحة اللبنانية. ما بعرف بعد اي وقت نوصلها. ما في رئيس بلبنان، لا اب ولا ايلول ولا طاق الحنان. الاخطر انه ايها اللبنانيون جميعا انتم عم تتعايشوا مع هذا الواقع الخطر. انتم جمهورية بلا راس، ما في دولة بالعالم، لا دول عالم ثالث ولا مثل ما كنا نقول نحن وصغار ببلاد الموماو، في جمهورية بلا راس. القبائل القبائل الأفريقية والعشائر كلهم عندهم روس، نحن بلا راس، وهذا أخطر ما عم تعرض له نحن بلبنان. قلت بتغريدة لألك عميد أنه المبادرة الفرنسية انتهت، على أي أساس قلت هذه التغريدة؟ ومننا بننطلق إلى عدة أسئلة بعد منها. واضح أنه قلنا له أساسا أنه ما حيطلع أمر دوريرشي، كل الهم كان الحفاظ على خط تفاوض بين الضاحي وفرنسا، وبغير هيك ما حيطلع شيء من أمرهم برئاسة الجمهورية. والدليل شفنا أنه ما طلع من أمره شيء، لأنه ماكرون ببلده بضيعته يا شو أهل لبنان، بضيعته فرنسا، مش طالع من أمره شيء، بده يجي يطلع عنا مش مسموح. وهولي رح أكد الأوروبيين، كنت أقول أنا فرنسا، كل الأوروبيين اليوم بعد ما شفنا هذه الصراعات الكبرى تبين أنهم شرابة خرج على الأكل تبع شعبهم، مش عم بيمونوا، شوفوا شو صاير فيهم، شرابة خرج. مشان هيك اللي مفكر أنه بيروح دوريل بيجي لوداريان، لوداريان هلا جاي ليفشل أكثر من دوريل، قلت أنه جاي يحسن شروط الهزيمة. أبدا، وهي مظبوط، جاي يحسن شروط هزيمة، مش فرنسا، هزيمة ماكرون في لبنان، لأنه ما حدا رح يرد عليهم، ما حدا لو بيعملوا 100 اجتماع. وبعدين انه دخلوا سوريا ودخلت ايران ودخلت السعوديه، ما حيطلع من امركم شيء، عم بيكذبوا عليكم يا لبنانيه. والاخطر انه انتم عم بتصدقوا، لو واحد بيستكلتك مره مرتين ثلاثه بترجع بتصدقوا؟ شوف شو عم بيصير. مشان هيك ابدا ما في لا مبادره فرنسيه ولا شيء. قلت انه عندك معلومات دقيقه عن زياره لودريان، شو هي او حول شو بتتمحور؟ لا، المعلومات الدقيقة اللي بالنسبة للودريان، وهيدي من قلب فرنسا، من خلال مش مثل ما أنا ما بحضر اجتماعات سرية وبعرف بتخبرني العصفورة بس من تحت الكرسي. في ناس، مجموعة إعلاميين وسياسيين موجودين بفرنسا، لودريان غير مخول إنه يبحث بالعمق الواقع الرئاسي أكثر من هيك. ما معه اسماء. لودريان بتحديكم، انتو عم بتقولوا كلكم مجموعة شهود الزور خلينا نسميهم او شركاء بجريمة عدم انتخاب رئيس جمهورية، انتو من عندكم عم بتركبوا، عم تقنعوا حالكم، ما في اسماء، وانتو بدكم تألفوا اسماء اكتر من هيك. مبادرة
الأولاني هذا المبادرة الفرنسية الأولى، كان تراك بأنه بيجي شو اسمه رئيس جمهورية فرنسية وبعدين بيجي نواف السلام. نعم رئيس حكومي. المعيار نواف السلام رفض، وهلأ أنا بتحداكم تسموا أي سني قبلان يجي معكم مع الفرنساوي بأي مبادرة. بعدين بتقولوا لي أنه السعودية بتموت فيروح لأنه هذا البلد مركز وسائل. بيزعلوا مني بس أقول فيدرالية، فيدرالية ونص وستمائة شقفة وفيدرالية مدارة من الخارج بأيام الفرنساويين. الانتداب الفرنسي كان معروف فرنسا عم بتدير، هلأ شرحتوا للبلد. حتى الانتداب الفرنسي صار كتير عليكم اسم الاستعمار. لودريان لا يحمل أسماء، لودريان مش دريان جاي ب ما ننسى من هو. لودريان عنده حقد من زمان على كل شيء، هو عربي ووطني وما هو جزء من كان مشروع ترامب العتيق. نسينا من لودريان كان وزير دفاع وبعدين وزير خارجية. لذلك راهنوا عليه، رح توقعوا بنفس اللي وقعتوا فيه مع دوريل الأخطر، انه عم تجبروا اللبنانيين واللبناني عم يتعايش مع هذا الوضع، هذا خطورته. هل هزيمة الفرنسي بتعني هزيمة سليمان الفرنجية بالرئاسة؟ ما بعرف مين رابط حاله بالفرنساوي، يعني انا برأيي لا واضحة، يعني فرنسا هي دافع الاساسي. انا ما بدي اقول هزيمة بس انه كل واحد بيربط حاله بالخارج والناس يعني في شيء غلط راكب. يعني انا مثلا بستغرب انه يروح يزور فرنسا الوزير الفرنجي، عشو راح زرت فرنسا؟ قلت لي انه فلان راح قبلك وهذا، طب ما فلان كنا نسبه لانه راح، انت لشو راح تروح فرنسا؟ عاد هون، عادوا ببلدكم، عادوا بوطنكم، اشتغلوا مع الناس صح. تروح فرنسا والله لو بده يملك الدنيا كلها، في ناس عندك كرامتها بلبنان تملك كل الناس، ما بيروح لا على فرنسا ولا على السعودية ولا على إيران ولا على قطر. قعد بلدك قول أنا مرشح، هذا إذا في بعدنا نحن في شرف وطني وكرامي وسيادي واستقلال. وخي بالزمانات كانوا يركبوا يقولوا لي أنت ما كل عمره هيك أو لبنان هيك، هذه الكلمة أنه كان عبد الناصر وفؤاد الشاب ركب عبد الناصر وما بعرف مع مين عمل الديل وشال الحلو ومين لحقود سوريا وامريكا والهراوي والطائف وهذا. خي ايه بس كان في تهذيب، قلة التهذيب معكم لما قبضتوا كلكم المصريات بالدوحة، رحتوا قبضتوا المصريات ومضيتوا على اتفاق الدوحة اللي خرب لبنان وجبتوا اسوأ رئيس جمهورية اسمه ميشيل سليمان وكملت تعودوا من وقت الدوحة لما قبضتوا كلكم. وفي ناس زعلت انه الكمية مش مثل غيرنا لانه الظاهر القطرية عملوا درجات. من وقتها انتوا هيك، من وقتها خربتوا البلد. نحن ما عم نقول انه اكيد نحن منا بالجيوبوليتكس والجغرافيا السياسية، نحن جزء من منطقة لا شك انه بصير في تدخلات، وخاصة اذا كنا نحن بتركبتنا وما قدرنا نعمل وطن للصراحة. طيب اذا انتوا هيك على القليل يحترموكم تهذيب. والدليل انه انتوا مبهدلين كتير، صرتوا ما مسحة هلا شو لما انتخبوا ميشيل سليمان بعد اتفاق الدوحة وكان في ماني، لانه هاي بدي احكيها حاج بقى يكذبوا عن الناس هلا عم بيمرقوا اسعاره انه قديهن بيقبلوا. لما كانوا بالدوحة وقبضوا المصريات واجوا على الانتخابات، شفت انت تطلع مش تحت من قاعد بالمجلس النيابي تحت، تطلع بهيدي فوق المحل ما بيقعد الاعلاميين صح والضيوف. لك ما ضل رئيس جمهور هلوك الامريكاني اجا مبعوط على مستوى امير قطر السابق، المصاروي السعودية اجوا كل العالم، رؤساء الجمهوريات كلها تحت عندك بهيدي هيدي المعركة دون كيشوت الاخرانية 51-59. مين كان في فوق؟ اعلاميين ما حضروا، في اعلاميين ضلوا قاعدين برا بالهواء. هيدا بدلك قدي حقهم صار هلا صفر. ومشان هيك هلا شو عم بيسربوا؟ قال في نايب ما قبل مليون، مين؟ بتحدى واحد منكم معروض عليه قرش فرنك، ما حدا رح يعرض عليكم، ما حدا شايفكم، انتم نواب
انتوا نواب المجلس هيدول اللي انتوا فرانك ما حدا راح يدفع لكم. قال عم بيسربوا انه لا ما قبل 500 مين رح يكذبوا على الناس لحقكم صفر انتوا غصبا عنك بس يجي الامر بدك تنتخب. مشان هيك ما اجاكم الامر بعد مشان هيك ما في رئيس جمهورية لبنان. مين اليوم على استعداد لتقبيل الايادي وكعب العبيات الجديدة؟ حضرتك ذكرت هذه العبارة. هولي كلهم اللي راكدين ورا لودريان وراكدين يعملوا لك الاتفاق الايراني السعودي الاتفاق السوري السعودي الاتفاق الفرنساوي بدري مع مين يي محمد بن سلمان صار بفرنسا بباريس بكره رح يصير شايف انت ملا بقولها ملا كرخانة حرير عنا بالبلد صح مين بده عباية لك مش بس العباية انا استحيت قلت كعب العباية استحيت لك مين دخي فرجيني بيبقى محل واحد وراح ارجع ادعي الانقلاب العسكري بلبنان هو الحل بتقولوا لي هيك ومشان هيك هلا مين مستهدف الجيش اللبناني بتزعل وما بترضوا الجيش هو الحل ومشان هيك هلا شو عم يعملوا عم بيذلوا المتقاعدين ويا يعني يا متقاعدين كلكم سوا حاجة بقى كل واحد يفكر بيقدر يعمل راس عند حدا من هولي لانه ما بيطيقوكم هيدي الاحزاب والميليشيات والنور النور المذاهب والطوائف ما بيطيقوكم ما تزعلوا مني يا نور لانه بتعرف على الكلمه نحن بناخذها بالهذا مع مشان هيك يا متقاعدين ما حد ما تروح تبيعوا عند فلان يعني يا ضباط الجيش اللبناني المناصب والمراكز هلا اللي عم يغروكم فيها كلها كذب عليكم انتم بتعرفوا الانقلاب العسكري الوطني بالجيش هو بعده الامر غير هيك انتروا شو قال اللي بيمنعوا اليوم ما بعرف اللي بيمنعوا انا لو كنت عملته اللي بيمنعوا ما بعرف حتى لو في حزب مسلح بالبلد يعني ولو 600 حزب لو بده شو خلوا بالبلد بعدين ما لك انا في هون نقطه حزب مسلح انا ما بحب احكي بحزب مسلح لا هي هذا موضوع تاني وانا برايي السلاح هذا رايي انا واللي بعدني مصر عليه السلاح هو من اجل المقاومه الاحتلال الاسرائيلي اي استخدام طبعا مش بس اي استخدام للسلاح بالداخل هذا خطا مش خطا جريمه لا تغتفر وانا برايي ما حتصير مشان هيك بنوصل للمحل وصلتني كل شوي كمان هلا لو ربح فلان صار فيه مدري شو صار بالبلد ما حيصير شيء بالبلد وفلان قال مهددين وبدهم يقتلوا انتوا عم تعملوا افلام بالبلد ما حيصير في تخريب امن كبير ايه بيصير في قصص صغيره بس هيدي الخبريه انه انتبهوا اعملوا هيك وقال مدري شو حيصير هذا كله ضمن لعبه البروباغندا الاعلاميه على سيره الجيش وكيف لك تغريده فيها هجوم مستجد على سمير جعجع وصفته بقاتل الجيش حرامي السكنات ما بتخاف هيدي ترجع العبارات عن اول جديد ترجع تجيش الجمهور وليش هذا الهجوم المستجد يعني مره جديده لك انا هون كتبتها لانه في حدا استفزني يعني انا هيدي مثل ما بيقولوا بس بيطلع لنا شويه سياسه لبنانيه داخليه في حدا استفزني طلع يمكن هذا ابو زهره اللي كان تبع حاجز البربارة وعملوا نايب وبه انطوان زهره انطوان زهره قال سؤال انه مش سمير جعجع اللي قتل طوني فرنجي وانا بعرف من خلال لما كنا بالجيش حد يقول انه ركبنا عليه ملفات اذا ركبين ملفات على سمير جعجع خلي يقول هلا بعز قوت وعنده كم نايب يقول انا مستعد افتح كل الملفات قضايا قلت له يا قبل لما كان هلا بيقول ما في دوله وما في قضاء بس قلت له لما كانوا هن بالحكم كان وزيره النجار خيي انت عم تقول ما عندي هالاشياء افتح ملفاتك من جديد لذلك انا استفزني هذا انطوان زهره وانا بعرف كيف استشهد طوني فرنجي الله يرحمه ويرحم بنته ومرته والاكيد اهل الشهداء بصغرته بعرف تماما ويعني بنعرف مين اللي قتل
من الشهر. بقى استفزني هذا انه نحن مثل ما بيقولوا تصاوب قبل. هي مين 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 كمل ولا مين بيشار؟ هيدي ضمن اللعبة السياسية اللبنانية. بس بعد في تعليق علي بس قلت تعنوا خزمتشي. خزمتشي لمين؟ لا مش لسمير. لمين؟ سمير خزمتشي اكبر. كيدون اردون هو بيعرف مين بيناوله. انا عم بحكي عن هذا. عن انطوان زهرة. عن هذا تبع البربارة ابو زهرة. المرة الماضية حكينا عن قصة الفيدرالية. كان في انتقادات على تصريحاتك. شو بترد؟ مع انه هلا اليوم انت خلال المقابلة قلت انه الفيدرالية واقع عايشينه. شو الكذب؟ هذا من الكذب والنفاق بلبنان. خيين بدي اسأل. الثنائي الشيعي بيقدروا يعينوا موظف سني مش من هلا. عم بحكي قبل ما كان في حكم وجمهورية. بيقدروا يعينوا موظف سني بشي منصب. مش هلا. المسيحي بيقدروا يعينوا شي رئيس مثلا الرجال شو اسمه هذا المحل مصيف سرير بيقدروا يعينوا واحد. المسيحي اذا اجا ميشيل هون قال انا بدي عين محل مصيف سرير في واحد شيعي ايام الحكم وايام بعد الدوحة. اتفقوا بالدوحة كل واحد بيشتغل بشغله. انا بدي اعطيك مثال. في احد ضباط الدرك السنة طلبت من احدهم من غير طائفة غيبا انا عينه بمحل ما كان يعينه. قال لانه لا السنة بعين السنة والشيعة بعين الشيعة والمسيح بعين الشيعة والدرك. بكون هيدي شو فيدرالية ولا وطن واحد بكرامة وسيادة؟ عم يضحكوا. عشان هيك بقول مؤسسة الجيش هي الوحيدة اللي بعدها عبر الطائف وعم يشتغلوا فيها. وعم يشتغلوا فيها مذهبيا وطائفيا ليضعفوها تحت كذا شعار. بقى بيزعلوا ولا بيرضوا؟ ليه هلا ما في فيدرالية مقسمة؟ خبرتك هذيك المرة كل واحد عامل كنتون وقاعد فين؟ بس في اهل السنة المشحرين المعترين في الموضوع المالي. يمكن شو المالي؟ يعني لمركزية موسعة واللي دايما بيطلبوا فيها الاستقلالية المادية للأقضية والمناطق والبلديات. يمكن هذه المطالبات الفيدرالية يمكن اساسها هذا الموضوع. ايه مركزية موسعة قبل ما نوصل لهون ما بيلهوا العالم. شو بدهم يعملوا برياض سلامة والحكام حكام النواب الحاكم؟ النواب الحاكم جايبينهم كلهم من بتقولوا وطنيين بغض النظر عن الاشخاص. انا ما عم بحكي بالاشخاص. خي كيف بتقولوا لا ما بدنا نسلم نائب الحاكم الشيعي لانه ما بيقعد يمشي حاله بالقارب؟ انا محله للنائب مش بصرخ عليهم. اذا قالوا حق لازم يطلع شيعي سني درزي لازم يطلع. بس هيدا شو بدي اوصل بعد ما اوصل للمركزيه الموسعه؟ نوصل لهيدي اللي هلا. مشان هيك عمين عم يكذبوا. نحن عم نحكيكم اياها مثل ما هي يا اهل لبنان. بعدين مركزيه موسعه شايف اذا بيجي القرار خلاص خدها منا. اذا بيجي القرار الكبير بعد مش هلا مثل ما قلت لكم هلا ما في شيء لا رئيس جمهوريه ولا شيء. وبيجي القرار الخارجي انا بيزعلوا مني بس اقول لهم بيجي السحسوح. السحسوح اكثر شيء خارجي نقال عنكم باللي عم تعملوه انتم يا سيرك السياسي اللبناني كلكم سوا قشي لفه. السحسوح بس يجي السحسوح من برا بيعملوا رئيس جمهوريه وبيعملوا رئيس حكومه وبيعملوا مجلس نيابه وبيعملوا مثل ما عم تقول اذا كان القرار الخارجي الامريكي الاجنبي هذا انه المركزي موسع بيفوتوا فيها كلهم قصة حتصدق. بس المهم السحسوح تشوف كيف بده يجي. اليوم عميد اذا ما كان بالفيدرالية اللي للأسف هي على اساس طائفي ومذهبي والنظام المركزي كمان اللي عايشينه كنا قبل بعض الطائف ولا واحد منهم اثبت نجاحه بمحل معين. شو اللي شيء بدنا اياه؟ يعني اي شكل للنظام؟ اوكي عملنا انقلاب عسكري. اي شكل للنظام بده يمشي؟ اي هوية اقتصادية بده اياها لبنان؟ شو هو دوره بالمنطقة؟ هذا المهم. نحن فاتين على مرحلة جديدة عالمية. مش هون يتحمل مسؤولية كلنا. مش انا عامل حالي ملاك. هذا كلنا كل الشعب اللبناني.
إذا ناوي يضلوا ببلده، وهذه خطورة أنه مجموعة وخاصة المجموعة المسيحية أنها تهاجر، هذه خطورتها. هلا غيره عم بيهاجر بس هني الأكثر، يعني ما هون خطورتها. وخلينا نأكد على شغلة عبر التاريخ، من لما نوجد لبنان وبعض الطائف وماذا، ما بتقدر أي طائفة مهما بلغت نقوة، مش بالآخر بيقولوا خد لبنان هدية لمين ما كان، بالآخر بيوقع بفك رقبته. هذا تاريخ لبنان، يمكن بسبب الجغرافيا السياسية، بسبب وين موجودين نحن بتركيبتنا. لذلك نحن إذا فتنا على التطورات العالمية الجديدة بده الشعب اللبناني يلاقي ديناميكية مش موجودة. مشان هيك أنا عم بلجأ إلى الكلام عن الجيش، لأنه بعد الحد هلا مأمن استمرارية. بس قلك إنه هول الموجودين هلا رح يكونوا بالمرحلة القادمة فض مني. المعلمين تبعهم ما بقى قبضينهم، المعلمين تبعهم ما بقى قبضينهم. بس المشكلة وين؟ إنه نحن كلبنانيين ما عم نقدر نعمل ديناميكية، لأنه وصلونا لهون. ومسألة مش هينة، صعبة. يعني أنا بحكي أنا ورفقاتي عندنا بدك، بهذا لازم نعمل لنا بننظر بتلاقي ما في حدا معه. يعني بعد ديناميكية الثورة والتغيير ما تولجت عند الشعب اللبناني ككل. طب أنا بس بدي أعطيك، أكون عم نحكي بكبر مفوت على أشياء صغيرة. تفضل. فيك تقلي هلأ هول الزعران السياسية الحرامية لصوص يحني ملقحين على البلاجات، أنا معي خبر بدهم بعطيهم أنا أسماء، ملقحين بالمطاعم هلأ كلهم، هلأ بلش فت المصاري طبعا وقت الغداء كمان، وقت الغداء بالسهر بالطرقات، مجموعات هول الاقتحام، اقتحام المطاعم والزلغطة. وينهم؟ قال لهم شنكر استاب. عشان هيك هذه ما كانت ثورة، هذا كان تنفيذ ايرادات، مع انه بالاول كلنا فتنا فيها. وين فيني شوف وين هول من قوات الاقتحام، اقتحام المطاعم والمنتجعات، واللي كان جزء منه مع سمير، مع سمير جعجع. هلا سمير عنده كتلة نيابية، فايت بلعبة السياسة هلا، وهيدي فضيحة. وينه؟ قالوا لي كانوا اذا شافوا مدير عام بشي وزارة يكسر الدنيا ويطلع برا من كل المحلات. طب هلا وينهم الشباب ياخدين فرصة؟ معناتها ليه عم بعطي هالمثل الصغير؟ منبلش بالصغير لنوصل كبير. بعد ما وجدت ديناميكية الثورة الحقيقية بالجيش، مش بالجيش، بلبنان. لذلك نحن عم نلجأ إلى مؤسسة لا تزال هي الضامنة بظل هيدا الجو اللي صاير. ومش هي انتبه، ما في شيء بيجي ببلاش. انه ايه بدنا نعمل ثورة وقاعدين، يه جرحت نزل دم هربت، يعطيك العافية خلصت. بدك تدفع. هلا لا شك انه اللي نزلوا بمحلات بال2019 كان في ناس صادقين ودفعوا دم، ما بدنا نشيل في ناس دفع الدم، بس بالنهاية مين قطفها؟ وين صرنا هلا؟ مثل ما عم قلها نزلوا شوفوا المطاعم مليانة، وشو قصة حدا يعمل شيء تروح السياحة. ايه نحن ناطرين ال 500 مليون والمليار دولار بده يجيك لحتى يغطي لك السرقات تبع البنوك. في تفاهة وسخافة بإدارة الواقع اللبناني، برجع بقول لك الحق علينا، ما حدا يبرر حاله. سؤال أخير، إذا تعزلت كل الحلول هل بتكون فرصة جديدة لسوريا للعودة إلى لبنان بشكل أو بآخر؟ هون جيت مثل بقوله على الأساس. كل هول اللي بيقولوا لك بيحكوا باسم سوريا وبيعيطوا وبيصرخوا، أنا بهدوء وبعقلانية وبتأكيد سوريا لن تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، لا بالرئاسة ولا بأي شأن. ايه مش معناتها قاعدين باللالالاند او قاعدين بالمريخ، هولي على حدودنا ونحن وياهم
انت بيقولوا شراكة مصيرية باب بالباب الباب بالباب. طيب بس انا عم اكد لك شو بدي اعلق بالصريخ وعيد وانه هو مثلا بيقول انه هو مع سوريا وانه هذا وانا مدري شو عمالك عمالك. سوريا او الجمهورية العربية السورية لن تتدخل بشأن الداخل اللبناني. واكثر من هيك يلي مركب بحاله انه مثل ايام زمان بده ترجع سوريا كثير غلطانة. انا ما عم بحكي من عندي، انا عم بحكي مشاهدتي وسمعي الجدية، مش انه شو قال له لفلان وقلتين. سوريا لن تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني الا لمصلحة سوريا ولبنان، هاي دي رح تصير. الاكثر من هيك الاكثر من هيك سوريا او الجمهورية العربية السورية لما بدها تاخذ موقف تجاه لبنان رح يطلع بيان علني. لما بدها تقول سوريا انه انا بلبنان بدي هيك 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 رح يكون في بيان علني صادر، ما بعرف عن اي جهة بسوريا، رح يكون في بيان علني مش مخبى انه بس فلان سامعه كذابين. كل اللي بيقول لك انا سمعت بسوريا قال له كذاب. سوريا بس بدها شيء من لبنان باي موقف من رئاسة الجمهورية للواقع السياسي للاقتصاد لأي شيء رح يكون بيان علني مش بالسر. بقى هيدا الواقع بالنسبة لسوريا. تعتقد انه المشاكل العالقة بين لبنان وسوريا رح تنحل؟ يعني الاساسيات مثل ملف النازحين، ترسيم سوريا تتعاطى مش بس مع لبنان، مع كل الدول، دولة لدولة، مش انه فلان صاحب شريط تعال ظبط الوضع انا وياك. دولة لدولة باثناء الحرب والناس قايمه لقيامه طلعوا قالوا السوريين الرسميين نحن لن يكون هناك علاقات امنيه خارج العلاقات السياسيه الكامله. واكثر ناس كانوا بدهم يفتحوا علاقات امنيه لانهم كانوا مورطين بقلب سوريا هن هول الفرنسويين ماكرون وبوريل اللي ما بده يجتمع معهم بالاتحاد الاوروبي، ميتين كانوا على العلاقات الامنيه. قالوا لهم السوريين ما في علاقات امنيه خارج العلاقات السياسيه الكامله المتكامله. مشان هيك براين خوتان هلا، لانه في فرنسويه كثير فرنسويه مش مواطنين مورطين بالحرب وبالدم السوري مورطين، وانا عارفين شو عم اقول. مشان هيك هلا عم بيعلوا سقفهم ما بدنا نجتمع، لانه سوريا قالت لهم ما في علاقات امنيه ولا علاقات جنبيه خارج العلاقات السياسية الكاملة المتكاملة.